السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. مشاهدينا على قناة بيرفكت سينس، في لافتة انسانية جميلة قام بها نجمنا العالمي محمد صلاح وعدد من لاعبي فريق ليفربول الانجليزي في صحبة المدير الفني مستر كلوب بزيارة لمستشفى السرطان للاطفال. وهذا ما اعتدنا عليه من نجمنا العالمي محمد صلاح في دوره الإنساني على المستوى العربي والعالمي.